بيكونوا شباب بعدين ترجعوا تمسكوا العملية الجزء العملي تمام بعدين حتكون حاضر ان شاء الله ايوه حق الباب 11 العامل انه الباب العامل اللي حق الباب 11 هذه المحاضرة مهمة جدا مهمة جدا فالشي بعدين كل طالب يرجع ينسخه ويراجع العملية حق الباب 11 علشان يتقنه تمام ويجاوب المشروع اللي قلت لكم لانه تقريبا اعتقد الاسئله اللي قلت لكم هو بلاب حق الباب 11 في الغالبيه منه موجوده بالمشروع. طبقوا باقي ثلاث سنوات. عادي عادي هاك تطبق. طيب شباب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله بناخذ الباب الرابع. تشابتر 4 نتورك اكسس. طبعا النتورك اكسس هذه طبعا عباره عن طبقه موجوده في التي سي في اي بي موديل وتضم طبقتين في في نظام الاوزي موديل. ايش هي الطبقتين؟ لا الفيزيكال والداتا لينك النتورك اكسس تضم طبقتين طبقه الفيزيكال وطبقه الداتا لينك في الاوزي موديل نعم وهنا عباره عن في التي سي في اي بي موديل تسمى نتورك اكسس فيزيكال لاير كونكشن تايبس اوف كونكشنز طبعا الهوم روتر يو نو وات اي مين باي هوم روتر You must study home router and apply it. You must fix all errors in home router. ضروري تطبقوا الهوم روتر. اشتي كل طالب يخرج فاهم كيف يبرمج المودم حق الاي دي اس ال. مش يخرج يقول بعد الاستاذ يوسف ما درسناش. فاطبقكم عمليا اطبق لكم عمليا وخليكم تبرمجوا المودم حق الاي دي اس ال وتعرفوا كيف تبرمجوا وتشتغلوا عليه بحيث انه اذا يعني رحت مثلا تركب شبكه ولا حاجه يعني بس تكون عارف سي سي ان اي 1 كيف تتعامل مع المودم حق الاي دي اس ال بس تكون ان شاء الله تعالى ايوه لا هذا مهم هذا لانه موجود هذا على هنا الشغل انت شو الشغل اللي قال لك عارف لك ركب لي اي دي اس ال تكون عارف الاشياء السهله حتجيب لي كل شيء هذا اوكي طيب الهوم الهوم روتر او طبعا علشان تبرمج الهوم روتر كيف تبرمجه؟ هذا الهوم روتر هو اساسا عباره عن ثلاث حاجات عباره عن روتر وسويتش واكسس بوينت ثلاث حاجات روتر وسويتش واكسس بوينت طيب كيف سويتش؟ سويتش معه منافذ هذا المنافذ عباره عن سويتش 1 2 3 4 اذا هو عباره عن سويتش هذا المنفذ اللي توصله خط تليفون خط تليفون اذا هو عباره عن روتر لانه يقول لك الى اماكن بعيده شبكه الوان طيب يبث الاشارات الى الاجهزه المقابله اكسس بوينت اذا فهو عباره عن اكسس بوينت سويتش وروتر طيب كيف تدخل له؟ تعمل كونكشن اذا انت تدخل له ممكن تدخل له وايرلس او تدخل له كونكشن اللي هو الكيبل العادي الكيبل العادي هذا يا اما تدخل له وايرلس اساسيا او تدخل له عن طريق الكيبل العادي هذا تمام الستيت ثرو اذا كان طبعا هذا سويتش وهذا بي سي بتوصل بتربطهم مع بعض تمام طبعا اذا كان هذا يدعم ميزه الجهاز هذا حديث فهو بيدعم ميزه الام دي اي اكس اوتو اللي قلنا لكم عليه الام دي اي اكس اوتو اللي يقبل التحويل سواء كان الكيبل ستريت ولا كروس اوفر ما يهمني الاجهزه الحديثه هي تدعمه شرحنا طيب اول ما تبدا توصله تبدا تعمل عنوان تدخل على مصفح الانترنت مثلا موزيلا فايرفوكس ولا هذا طبعا تمام حق جوجل كروم تدخل تكتب 192.168.1.1 هو طبعا بيبدا يفتح لك ايوه كلمه السر الافتراضي حق المودمات اغلب المودمات ادمن ادمن ايوه ادمن ادمن هذه الكلمه الافتراضيه او الديفولت سيتنج اللي ضمن الروترات في بعض والاي بي ادريس الديفولت 192.168.1.1 لكن احيانا يختلف على حسب الشركات كيف تعرفه؟ تجي تقرا عبر المودم تحصل لو قلبته بتحصل مكتوب الاي بي ادريس حقه وحقه سيريال نمبر وحقه الباسورد والاشياء هذه واليوزر نيم بعض الروترات اذا ما حصلتهاش تقدر تدخل بالانترنت وتبحث عليها وبيجيب لك انت مثلا معك اسم الروتر تدخل الانترنت تبحث عليه بيدي لك حقه اليوزر نيم والباسورد وحقه الاي بي ادريس بتعمل بعد كده كل شيء بتبدا تبرمجه ان شاء الله بنطبقه عمليا نتورك انترفيس كاردز نتورك انترفيس كارد اللي يسمى ان اي سي اللي هو كرت الشبكه كرت الشبكه هذا الان المنفذ هذا ار جي 45 متصل بهنا بكرت الشبكه هذا يعتبرونه كرت الشبكه داخل اللي هو عباره عن الكرت اللي يحتوي على الذاكره روم اللي يخزن في داخله الماك ادريس الماك ادريس عنوان الماك ادريس فكرت الشبكه هو
الكارت الذي يؤخذ من داخله عنوان الماك ادريس ويسمى بالعنوان الفيزيائي يوز فور وايرد كونكشن يستخدم وايرد كونكشن وفي كارت شبكه وايرلس في كارت شبكه لاسلكي تمام هذا اللي يسمى وايرلس لوكال اريا نتورك او دبليو ال لان هذا طبعا كارت الشبكه اللاسلكي يستخدم على شنو اشارات لاسلكيه في معكم بالطبقات السبع حق نظام الاوزي موديل الفيزيكال والداتا لينك والنتورك والترانسبورت والستيشن والبرزنتيشن والابلكيشن لاير يو ماست سيف ذيم از يور نيم تحفظون زي تحفظ فقط اسمع الطبقات السبع دول تحفظهم في معكم طبعا هنا سبع طبقات في الجهاز المرسل وسبع طبقات للبي سي المستقبلي البي سي يعني هذا بي سي في معه سبع طبقات هذا بي سي معه سبع طبقات الطبقات العليا في الابلكيشن لاير تسمى الابلكيشن داتا لما ترحل بيانات الطبقة بعد كده لما تزود بيانات الى طبقة الترانسبورت بالترانسبورت تقسم البيانات الى قطع صغيرة تسمى سيجمنت وبعد كده تنزل الى طبقة تقطع الى تضاف له ايوه هيدر انه عبارة عن اي ادرس والسي تي ال وما ادراك والبقية هنا تسمى باكت بعد كده تنزل الى طبقة الداتا تضاف له هيدر وتريلر الهيدر اللي هو عبارة عن الماك ادرس المرسل الماك ادرس المستقبلي والتريلر اللي هو عبارة عن سي ار سي الذي تستخدم في فحص الاخطاء وبعد كده تنزل وتسموها البيانات طبعا فريم وتسموها في النسخ باكيت وتسموها في الترانزبورت لاير سيجمنت بعد كده تنزل البيانات الى الطبقه الفيزيائيه اللي هي عباره عن الكيبل الواير هذا يسمى الطبقه الفيزيائيه وهي بشكل ايش بيتس تحول الى بيتات واحدات واصفار وتسمى بالبيتس وترحل كسيجنال على اشاره طبعا كهربائيه على وسط الارسال الاشارات الكتريكال سيجنالز او لايت فيبر اوبتيك او مايكرويف سيجنالز اشارات ثلاث انواع يا اما اشاره كهربائيه ترحل على كيبلات نحاسيه مثل كيبلات الكوكسي الكيبل وكيبلات اليو تي بي والاس سي بي اللي هو كيبلات نحاس هادف تشوفوها تمام هذا عباره عن كيبلات قد تكون يو تي بي والاس سي بي نشوفه هنا طبعا هذا عباره عن سيرف ثرو كيبل ما ادري شو على ذهب الباب كيف تركب كيبلات السيرف ثرو كيبل وهذا طبعا يمر داخله اشاره كهربائيه، الاشاره الكهربائيه فولتيتي 5 فولت اللي هو يعني معلومه. بعد كذا هذه طبعا اشاره اذا كان اشاره كهربائيه، اما اذا نقلت الاشاره على كيبلات اللي ضوئيه، اللي ضوئيه مش موجود معنا الان بس انما هو يجي بنفس هذا الحجم تقريبا. يحتوي على شعيرتين، شعيره الارسال، شعيره الاستقبال، شعيرتين صغيرتين داخله، شعيره الارسال، شعيره الاستقبال، وترحل البيانات بشكل ايش؟ بشكل بالس او نبضات ضوئيه. وفي معكم اشاره لاسلكيه قد تكون اي ام او اف ام او بي ام. طيب في معنى الطبقات السبع هنا مجزئه الى جزئين اساسا. اي الطبقه نظام الاوزون وهي الطبقه السبع مقسمه قسمين. قسم هاردوير وقسم ايش؟ سوفت وير. فجزء الهاردوير هو عباره عن الجزء الاسفل من طبقات الداتا لينك مع الفيزيكال لاير. الجزء الاسفل من طبقات الداتا لينك طبعا هو الماك لانه طبقات الداتا لينك هذه جزئين طبقات الداتا لينك جزئين جزء علوي يسمى ال ال سي وجزء سفلي يسمى ماك فالجزء الماك اللي هو الجزء السفلي مع الفيزيكال لاير هذا جزء هاردوير بينما جزء ال ال سي وما فوق كده الى طبقات الابلكيشن عباره عن سوفت وير تنزل مع نظام التشغيل ويندوز انت اول ما تجي تنزل نظام الويندوز تنزل لك الطبقة من الابلكيشن الى حد الداتا لينك لاير الى حد جزء ال سي طبعا الى حد جزء ال سي ايوه وبعد كذا الماك ادريس هذا عبارة عن قطعة مادية هاردوير وبعد كذا الكيبل اللي هو الفيزيكال لاير عبارة عن كوين مادي اذا هذه الطبقات السبع عبارة عن كوين مادي ومكون ايش برمجي زي ما قلنا هذا الجزء اللي هو هنا الجزء الاسفل من طبقات الداتا لينك اللي هو الماك مع الفيزيكال لاير جزء هاردوير والجزء ال سي ما فوق سوفتوير ال ال سي هو عبارة عن تعريف حق كرت الشبكة، شوفوا التعريف حق كرت الشبكة، تعريف، شوف كرت الشبكة داخله تعريف، التعريف هو يسمى ال ال سي، اللي هو الكلام في كله، فتعريف كرت الشبكة هو ال ال سي، طبعا زمان ويندوز، طيب في الآن معنا هنا يقول لك مو اللي يتحكم بجزء السوفت وير، ات سي بي اي بي ستاندرز ار ام بالميثود بي سوفت وير اند جفن باي اي اي تي اف، انترنت انجينيرنج تاسك فورس. هذه المنظمة العالمية الـ IETF هي التي تتحكم بجزء السوفت وير
الاي تي بيش تحكم في معكم بعد كذا الهاردوير اللي تحكم به هذه المنظمات العالمية الايزو والاي تي والاي تي يو تي والانسي والاي تي اي، هذا عبارة عن المكونات اللي تحكم بجزء الهاردوير. فانكشنز طبعا انتم مش مطالبين بالاشارات وكيف الاشارات تنتقل وكذا، بس انا مش حفضلكم في الكتاب السريع. الانكودينج في معنى مفهومين بالاشارات، الانكودينج مفهوم السيجنالينج. الانكودينج هي طريقة تحويل ستريم اوف داتا بيتس، يعني سيل من البتات الى بريد ديفايند كود، هذا هو عبارة عن الانكودينج التشفير. عملية تحويل سيل من البتات الى بريد ديفايند كود، ايش معنى بريد ديفايند كود؟ شفرة معرفة مسبقا، يعني في معك شفرة داخل الجهاز الاول وداخل الجهاز الثاني. الشفرة هذه تم تعريفها بشكل مسبق. في معكم مثلا 4B 5B على سبيل المثال. ال 4B انك تحول كل 4 بتات ل 5 بتات. تمام 4B 5B ولا مثلا 8B الى 10B. فخلاص هذا عارف مثلا اذا قالوا مثلا 1 1 0 1 مثل هذا الشكل تحول الى 5 بتات. 1 مثلا 0 0 0 1 1 1 مثلا بهذا الشكل. تحول الى 5 بتات. 1 مثلا 0 0 1 1 1 بهذا الشكل. اذا لما يجي المرسل يحصل شفره بهذا الشكل هو ياخذ على 4 بتات 4 بتات كل 4 بتات يحولها الى 5 بتات ويرسله على الوصف. لما تصل عند الطرف الثاني هذه معرفه عنده مسبقا بري ديفايند انه لو قال بهذا الشكل بدي اياها الاصلي يرجعها الاصلي. ايوه يرجع الاصلي 4 بالضبط يرجعها 4 بتات زي ما كان. وبالتالي هذا يسمى الانكودينج، انك تعرف ايش سي من البتات الى شفره معرفه مسبقا. اما طريقه السيجنالينج، السيجنالينج مقصود فيه به طريقة تمثيل الإشارة على وسط الإشارة، كيف تمثل الإشارة؟ طيب في معكم عدة طرق طبعا بتمثيل الإشارة على وسط الإرسال، مثل طريقة المانشستر وطريقة الـ NRZ من ريتن تو زيرو الـ NRZ المانشستر طبعا مش مانشستر يونايتد ها مانشستر بس أصحاب الكرة. طيب إذا هذه الطرق، طيب على سبيل المثال إذا أخذنا هذه الطريقة، هذه الطريقة إذا جاء عملية الميليشن في به تكون باي بورس is the process by which the characteristics of one wave modifies another wave. فصائر a transition occurs at the middle of each bit period. يعني في كل منتصف الفترة وين يظهر الترانزيشن اللي هو الانتقال؟ في الوسط. لو تلاحظ هذا كذا كامل اين الوسط حقهم؟ هنا حصل الانتقال. هذه كامل كذا ما بين الخط هذا وما بين الخط هذا. تمام؟ ما بين هذا الخط وما بين هذا الخط. ظهر الانتقال هنا بالوسط، ما بين هذا الخط وهذا الخط ظهر الانتقال بالوسط. طيب كيف ينتقل؟ اذا جاء زيرو زيرو ايوه وجاء بعده واحد يكون نزول. ايوه لو جاء واحد ينتقل من اسفل الى اعلى. يعني شوف لو جاء صفر الشفرة جاءت صفر. اذا انتقل من وين؟ من اعلى الى اسفل. اجى واحد، الواحد معناته ارتفع انتقل من اسفل الى اعلى. وبعدين زيرو، زيرو من اعلى الى اسفل. تمام، وبعدين اجينا لزيرو ثاني. اذا طلعت ضروري تطلع لعند لا لا وبعدين تنزل من اعلى الى اسفل لانه زيرو، ضروري من اعلى الى اسفل. وبعدين الواحد كذا من اسفل الى اعلى. اجى واحد ثاني ضروري ينتقل لاسفل عشان ينتفع. ورجع انتقل من اسفل الى اعلى. وهذا تمثيل انتم ممكن تشوفوا هذا تمثيل انما هذا بس ما بنشوفه. الصف معناته انتقال من فوق لتحت. الواحد انتقل من تحت الى اعلى. في معكم هون الموديليشن الاف ام والاي ام. الموديليشن مقصود في التضمين، لو انا مثلا عندي ورقه صغيره شوي جنبي وانا ورقه خفيف ما تطيرش علشان ارقم بمسافه كبير اقوم اعمل الورقه داخل الحجر وارقم بيه تنتقل لمسافه ايش؟ كبير. اذا انا ضمنت عملت تضمين نقلت الورقه على ايش؟ على حامل اللي هو عباره عن الحجر. كذلك الإشارة لما تجي تشيل تنقل إشارة بعض الإشارات تكون ضعيفة ما تنتقلش مسافة بعيد فتقوم تضمنها على إشارة ثانية تنقلها على إشارة ثانية قوية حق الباور كل شيء وتنقلها إلى مسافة أعلى وبعدين عند المستقبل يفك الإشارة الحامل الكيرير تستلم الإشارة اللي هي العادية. طيب باندويد ما هو الباندويد؟ كاباسيتي أيوه عرض النطاق كاباسيتي لما جام تكري داتا عرض النطاق أو الماكسيمم كاباسيتي اوف ا ميديم. الماكسيمم كاباسيتي اوف ا ميديم يسمى الباندويد. اقصى سعه اقصى سعه لوسط الانسان يمكن ان ينقل بيانات فيها تسمى
باندويد. بينما البيانات الفعلية التي تمر داخله تسمى ثروبوت. ثروبوت ايوه. يعني انت معك هذا الكيبل، شوفوا هذا الكيبل، هذا الكيبل يقول لك كم اقصى سعة يمكن ينقل فيه بالبيانات. تقول لي والله مثلا نقول 100 ميجا. اذا هذا يسمى الباندويت، هذا يسمى الباندويت اقصى سعة يمكن ان يقول تمام يمكن ان يقول الوسط بنقل البيانات فيها. يعني هذا يمكن اقصى سعة له انه ينقل بيانات 100 ميجا في السكند. لكن البيانات الفعلية اللي تمر في لحظة معينة تسمى ثروبوت. يعني قد الان يكون يمشي داخل 60 ميجا، ما يمشي داخل 100 ميجا كامل. فالبيانات الفعلية تسمى ثروبوت، لكن الاقصى سعة القصوى له تسمى الباندويت. طيب طبعا البيانات انا ما استفدتش مني كله، في بعضها خاص في بي ماك ادريس وفي بي اي بي ادريس وفي بي تي سي ال وفي بي كذا كذا. انا بالاول والاخير اشتي اوصل داتا، صح اشتي اوصل مو داتا الملف حق اللي يصير المستخدم اللي يستفيد منه. لكن المستقبل اول ما يصل يرقم بالاي بي ادريس، يرقم بالماك ادريس، يرقم بالتي سي ال، يرقم بالفرجمنت اوف سيت، يرقم بالحقول هذه اللي هي الهيدر والسي ال سي وهذه بعدين ما ياخذ الداتا الاصليه. اذا هذا اللي هو البيانات الصافيه اللي تمر داخل الكيبل تسمى الجود بوت. جود بوت جود بوت البيانات الصافيه اللي هي بدون الهيدر وبدون التريلر، البيانات اللي يستفيد من المستخدم تسمى الجود بوت. ففي معي ثلاثه مصطلحات اساسيه ضروري تفهموها. الباندويث اللي هو السعه القصوى للبيانات التي يمكن ان ينقلها الكيبل. الثروبوت البيانات الفعليه التي تمر ايش داخل الكيبل. الجود بوت البيانات التي يستفيد منها المستخدم التي تمر داخل الكيبل. البيانات التي يستفيد منها المستخدم يعني بدون الهيدر بدون التريلر. على سبيل المثال اذا كان كيبل عندك هذا الكيبل نقول هذا سرعته مثلا قصوى 100 ميجا في السكند، هذا يسمى الباندويت السعه القصوى له. بس في لحظه من اللحظات كان يمر داخله بيانات تمام بسرعات نقول اللي البيانات الفعليه اللي مشت 60 ميجا في السكند، اذا هذا يسمى ثروبوت. ايوه هذا البيانات في داخلها هيدر تريلر كذا كذا تمام الصافي منها 40 ميجا بت، هذا يسمى الجود بوت اللي هي البيانات الصافيه. علم. طيب الان نعود الى الباندويت. الباندويت هو السعه القصوى للميديم او وسط الاجزاء الذي يمكن ان نقول بها البيانات. الديجيتال باندويت تقيس اماونت اوف داتا. الديجيتال باندويت تقيس كميه البيانات التي تمر داخل وسط الاجزاء فروم ون بليس من مكان الى اخر. الباندويت احيانا ان سم تايمز ثوت اوف از سبيد ذات فيتس كانه ايش سرعه، احيانا يفكر لكم انه سرعه لكن هو بوفر ما بين السرعه ما بين الباندويت، يعني ينظر للباندويت كانه سرعه لكن بالواقع العملي ما بوفر ما بين السرعه ما بين وما بين ايش؟ وما بين الباندويت. السرعه تقدر تشبهها بالثروبوت لان البيانات الفعليه تقدر تقول والله سرعه البيانات كذا كذا، ايوه هذه في السرعه. لكن الباندويت اللي هو عباره عن السعه القصوى فاقول لك احيانا ينظر له على انه هو الباندويت يدل على انه السرعه. هذا بديش سوت اكيوريت لكن هذا ليس دقيق الكلام تمام. مثلا اقول لك انبوت 10 ميجا ميجا انترنت ذا بيتس ار سنت از سبيد اوف الكتريسيتي. مثلا اذا كان عندك مثلا 10 ميجا و100 ميجا فالبيانات تنحل بسرعه الكهرباء. ذا ديفرنس از ذا نمبر اوف بيتس ذات ار ترانسميتد بير سكند، والفرق يعني بعدد البيتات المتر الثانيه. لانه هنا بال يعني انت بتجي تشوف انه 10 ميجا بت بير سكند و100 ميجا بت بير سكند، هذا قصوى نقول لوسط الانسان، لكن البيانات الفعليه تعرف كم سرعته اللي هي تعتبر هذيك السرعه اللي هي السرعه الفعليه للبيانات اللي تتحرك بوسط الانسان. لا الهيرتز هذا تردد ما له علاقه. دخلنا بالهيرتز. طبعا هو يقاس الباندويت بالكيلو بت بير سكند. اللي بيهرس طبعا هذاك الانالوج باندويت. يسمونه احيانا انالوج باندويت لكن هتكلم انا على انالوج باندويت اللي هو عباره عن التردد وكذا يقاس بالهيرتز. لكن الديجيتال باندويت يقاس بالبت بير سكند، يقاس بالبت بير سكند. الان سؤال لكم هنا طبعا معنا ليش يقاس الباندويت؟ اما بت ولا كيلو بت بير سكند ولا ميجا بت بير سكند ولا ميجا بت بير سكند ولا تيرا بت بير سكند. هنا لو تلاحظون الواحد الكيلو بت بير سكند كم يساوي؟ 1000 بت بير سكند. الواحد الميجا بت بير سكند مليون و 10 بت بير سكند. الواحد الجيجا بت بير سكند
مليار او 10 ساعات. الواحد الكيلو بيت بالسكن 10 12 كيلو. الان بسؤال، هون الكيلو بكم؟ ب 1000. احنا نعرف ان الكيلو ب 1024. ليش هنا قال البندوت الواحد الكيلو قال ب 1000 ما قال ب 1024؟ وايد. والبقيه مثلا الواحد النيجا ما قال 1024 في 1024، قال مليون بس. واي لا انا بقول لكم لما البيانات تمشي عبر وسط الارسال تمشي الواحد الكيلو ب 1000. لما البيانات تخزن بملف داخل الذاكره الواحد الكيلو ب 1024. ففرقوا بينهم. ايوه، وقت التخزين الكيلو ب 1024، وقت ما تمشي على وسط الارسال الكيلو ب 1000 بس. ايوه تمام، هذا خلوا بالكم. لما تمشي البيانات وسط الارسال الواحد الكيلو ب 1000، لما تخزن داخل الملف ليش ب 1024؟ لانه انت لما تخزني بملف تخزني بمواقع بالذاكره، والمواقع بالذاكره دائما تاخذ عناوين 2 اس كذا 2 اس حاجه. لان لما تخزني داخل الذاكره تقول مثلا انت مثلا عنوان الموقع هذا عنوانه 2 اس كذا، لانك تحجز له بسته في الذاكره. البسته هذه تصير طبعا، لانه انت كم تخزن انت بالبيانات في الذاكره؟ يا تخزن زيرو او 1 صح ولا لا؟ كيف تخزن البيانات في الذاكره؟ مش تخزن الاصفار واحدات ولا لا؟ اصفار واحدات. طيب اذا انت بتعامل بنظام من ثنائي، بنظام ثنائي. اذا الكيلو عباره عن 2 اس 10 بتحجز له 2 اس 10، 2 اس 10 بيطلع لك ب 1024. اذا اثناء التخزين في الذاكره يكون الكيلو ب 1024، اثناء نقل البيانات على وسط الارسال يكون الكيلو ب 1000. ثالث اس فيزيكال نزلنا على هذا صح؟ الثروبوت تكلمنا عنه قبل شوي، قلنا بانه الباندويت هو البيانات اقصى سعه البيانات، والثروبوت البيانات الفعليه الاكشوال داتا البيانات الفعليه. فميجر اوف ذا ترانسفير اوف بيتس اكوز ذا ميديا اوفر ا جيفين بيريود اوف تايم، يعطي سلاح انتقال بيتات معينه عبر فتره زمنيه معينه، يعني انتقال بيتات عبر فتره زمنيه معينه، يعني كم مشت بالثانية هذا كم بيتات مشت؟ يعني بيانات فعلية اللي مشت، يعني بالثانية بالسكند كم بيانات فعلية مشت؟ هذا هو عبارة عن مقياس الثروبوت. نعم البقية مشت قلنا نعود موضوعنا. إذا الثروبوت هو عبارة عن الأكشوال باندويث نقول، أو الأكشوال داتا ذات ترانسفير أكوز نتورك، أو البيانات الفعلية. Usually does not match the specific bandwidth. هي أساسا ما تنطبقش مع الباندويث in the physical layer implementation due to many factors. نتيجة إيش؟ إنه amount of traffic تعتمد على نوع الترافيك، أيوة على نوع الترافيك، وعلى هي تعتمد على ثلاث حاجات. هي أساسا ما تنطبقش الثروبوت مع الباندويث، لأنه الباندويث السعة القصوى، بينما الثروبوت البيانات الفعلية. أيوه. ويعتمد على كمية الترافيك، أيوة نعم، على نوع الترافيك، كمية الترافيك منه، على نوع الترافيك، وعلى اللاتنسي، اللاتنسي للتأخير، اللاتنسي للتأخير. اللاتنسي created by neutral devices encountered between source and receiver. مقصود باللاتنسي اللي هو التأخير، يعتمد أيضا على التأخير اللي هو ينشأ بواسطة أجهزة الشبكة، يعني أحيانا أجهزة الشبكة لما تكون معك أجهزة كثير، تقوم بعملية معالجة. وعملية المعالجة من جهاز لجهاز وعلى حسب هذا تسبب ديلي، فهنا أيضا يختلف الثروبوت على بقدر عملية المعالجة اللي يتم داخل الأجهزة. وبعض الأجهزة لما يجي له مثلا شيء من عملية المعالجة يكون فيه ازدحام، بالتالي يتأخر أكثر. فبالتالي يعني اللاتنسي هذه اللي هي عبارة عن الازدحام اللي يتسبب في وجود مشاكل على الشبكة، أو وجود معالجة في الشبكة، أو وجود معالجة على بعض الأجهزة. فهذا يأثر على مقياس الثروبوت. اما الجبوت هو الثروبوت ناقصا الترافيك اوفر هيد فور استبليشنج اسيشن اكولوجي، يعني تقدر تقول انه الثروبوت تساوي
عقد بيتنا أكثر من تروبو تساوي الروبوت بيساوي الجود بوت ناقصا الروبوت او نقول الجود بوت بيساوي الروبوت ناقصا من الروبوت ناقصا الاوفرهيد. والاوفرهيد ايش بالضبط؟ الاوفر هيد مقصود فيه الهيدر زائد التريلر. الاوفر هيد مقصود فيه الهيدر زائدا التريلر. اذا فالجود بوت يساوي الثرو بوت ناقصا الهيدر زائدا التريلر. يعني الاوفر هيد الاشياء اللي هي تعمل على الشبكه اوفر هيد او اب او حمل على الشبكه. المقصود بالاوفر هيد الاب او الحمل على الشبكه. والاب او الحمل على الشبكه مقصود فيه الهيدر والتريلر. الهيدر اللي هو زي مثلا الاي بي ادريس والماك ادريس، هذا كامل يسمى والبورت نمبر هذا يسمى هيدر. اما التريلر زي سيرفي. فلما تحذف الهيدر والتريلر والماك ادريس والاي بي ادريس والاشياء هذه تمام تنقص من الثروبوت لتحصل على الجودبوت. Types of physical media. The figure shows different types of interfaces and boards available on a 2400 router. هذا الروتر في معه عدة منافذ، مثلا على سبيل المثال هذا المنافذ هي منافذ فاص ايثرنت. لما يقول لك فاص ايثرنت معناته سرعته 100 ميجا بت بالسكند. لو قال لك ايثرنت بس بدون كلمة فاص ايثرنت معناته سرعته 100 سرعته 10 ميجا. ايثرنت بدون كلمة فاص سرعته 10 ميجا. لو قال لك فاص معناته سرعته 100 ميجا. وبعد كده 1 جيجا اسمه جيجا بت ايثرنت. الجيجا خلاص ما عادش مش فاص اسمه جيجا بت ايثرنت. وداك تلاحظ انه بالفاصل بيرمز له رمز اف 0.0 مثلا، فالجيجا بيرمز له جيم 0.0. هذا الاس اتش دي اس ال هذا حق الوان. احيانا منافذ الوان تاتي بشكل الكيبل هذا الازرق اللي شفتوا قدامكم له دي سي ودي في، تاتي بشكل حق عباره عن منفذ سيريال زي المنفذ اللي كنتوا تشوفوه تمام. لكن احيانا قد يكون منفذ الوان يجي بشكل يسمى يجي ايش زي خط التليفون، فانه يوصلك الى شبكات. ايوه هذا الروتر انا مثلا حقه كم خط التليفون هذا، وبالتالي تلاحظ انه هذا عباره عن خط الوان او ال اس اتش دي اس ال. هذا طبعا مانجمنت بورد. المانجمنت بورد لهم اثنين، الكونسول وايش الكونسول والاي او اكس. هذا الكونسول فرضا وهذا الاي او اكس يكتب هذا طبعا. هذا يسمى المانجمنت بورد اللي بتوصل خاصة الإدارة. أما هذا الجيجا بت إيثرنت عبارة عن نفس هذه بالضبط، اللهم إنه هذه إضافة يعني عملوها. هذا يسمى إيش؟ عبارة عن جيجا بت إيثرنت، اللهم إنه من هذا الشكل متصل إلى هي نفس المنافذ حق الإيثرنت. وهذا يا شباب عبارة عن يو إس بي تايب إيه كونكتور. هذا يو إس بي نفس اليو إس بي حق البي سي. تقدر إنك تركب الفلاش للروتر وتنسخ من الروتر الى الفلاش او العكس. تكتب كوبينج كذا نفس الامر هذا من البريفليج كوبينج. ايوه مثلا ران فراغ الى يو اس بي كذا يو اس بي. اذا بنسخ ملف الران الى اليو اس بي. ايوه او تكتب مثلا كوبينج يو اس بي الى الران، تنسخ من اليو اس بي الى الران. ف تكون تعمل اوكي عمليه النسخ عن طريق منفذ اليو اس بي. نتورك ميديا وسائل الشبكة. Characteristics of copper media. طيب ترانزميت لو تلاحظ هنا البيور ديجيتال سيجنال، هذا الداتا او الداتا سيجنال نقول او الاشاره السيجنال الاصليه اللي هي البيور النقيه اللي انت تشي ترسلها من الجهاز حقك. هذا الديجيتال سيجنال with interference تمام.
وهنا في معك انترفرنس سيجنال. شوف هذه البيانات الاصليه حقه الشيء اللي البيانات الاشاره الواضح، هذا انترفرنس سيجنال، هذا في اشاره على الهواء. تمام، يعني الهواء في عباره عن ذبذبات واشارات كذا صوتيات صغيره موجوده بالهواء، فهذا يتداخل مع الاشاره حقك البيوت، فينتج لك ديجيتال سيجنال ويد انترفرنس، بينتج لك ترجع تحقق الاشاره تغير هذا الشكل. ايوه هذا النويز، هذا الاشاره حقك صافيه، وهذا النويز اللي موجود بالهواء. ف نتيجة وجود الإشارة هذه مع هذه الإشارة بالهواء بيتكون معنا من سواء نقول بالهواء أو حتى الإشارة اللي تمر داخل السلك، يعني إذا كانت عندك كوبال وكانت الإشارة تمشي بالسلك بشكل نقي بهذا الشكل، وفي تداخل مثلا إشارة يعني موجودة مثلا داخلة مع الإشارة اللي تمر داخل السلك سواء كانت RFI أو كانت EMI، هذا عبارة عن إشارة نويز RFI أو EMI، فتتداخل مع الإشارة الأصلية اللي موجودة داخل السلك، بينتج عندك إشارة بهذا الشكل بتطلع لك على اللي هي ديجيتال سيجنال ويز انترفيرنس. فالكمبيوتر المصلوب بهذا الشكل الإشارة ما عاد بيفهمش ويجي في السلك ما يقدرش يجي في السلك، ما عاد يقدر يشوف هذه الإشارة. تمام، فمثلا خاصة بالذات مش زي هذه قليل الواحد قليل قاعد ثلاثة مرة، لانه الكمبيوتر في معكم مثلا اجهزه الكمبيوتر اول ما تستلم اي جهاز اذا الاشاره عادي صغير قريبا من الواحد مثلا 3 4 فولت ما وصلش لحد 5 فولت يرجع لاصله، يرجع ل 5 فولت، هذا عند الكمبيوتر. لكن لما تسقط في بيت الداخل احيانا ما عاد يفهم الكمبيوتر، لذلك بناخذ هنا خصائص الاشارات ترانزميتد اون ذا ترانزميتد اون كوبر كيبلز الكتريكال باسز من شان الكوبر الاشاره الكهربائيه الاستريشن. The longer the signal travels, the more it deteriorates. يعني كلما كان طول المسافة اللي ترحل فيه بالإشارة أكبر، كلما تعرضت للتشويش بشكل أكبر. All copper media must flow strict distance limitations. أيوة مسافة محددة طبعاً هي اللي تعمل لك ليميت بين الكيبلات. على سبيل المثال الكيبلات اللي هم حق النحاس كم مسافتهم؟ اليوتيوب 100 متر، 100 متر خلاص ينقل لك الاشاره الى حد 100 متر بس. لكن لو كان اس تي بي، هذا اللي هو بينه ما كثير الاس تي بي بنقوله بعد شويه، مسافته 25 متر فقط ما يوصلش كثير. اي في معه حمايه كثير بنشوفه بعد شويه الاس تي بي. ايوه الاس تي بي مسافته 25 متر، لكن اليو تي بي كم مسافته من تي بي؟ 100 متر. بناخذ بعد شوي بنجي نشرحهم بالتفصيل الان، بس هذه الفكره انا بدي هون. طيب في معكم الالكتروماجنتيك انترفرنس والراديو فريكونسي انترفرنس. ما هي الالكتروماجنتيك انترفرنس؟ تداخل الموجات الكهرومغناطيسيه. الالكتروماجنتيك انترفرنس مخصوص في التداخل. الالكتروماجنتيك اللي هو الموجات الكهرومغناطيسيه، تداخل الموجات الكهرومغناطيسيه، او الراديو فريكونسي انترفرنس RFI راديو فريكونسي انترفرنس، تداخل الموجات الراديويه، تداخل انترفيرنس تداخل فريكونسي راديوية. تمام، موجات الترددات الراديوية، تداخل الترددات الراديوية distorts and corrupts تعطل البيانات being carried by copper media. اذا EMI اللي هي تداخل موجات الكهرومغناطيسية او تداخل الترددات الراديوية على الشمال يدمر ويعطل الإشارات التي ترحل على سطح الإنسان أو عنه. To counter the copper cables that enshielding. عشان نحافظ عليه نعمل لفت لإساق النحاسية على shielding حماية. في معكم حاجة تسمى الكروستوك. ما هو الكروستوك؟ Disturbance caused by the electrical or magnetic fields of a signal on a wire to the signal in an adjacent wires او in adjacent wires to cancel crosstalk او علشان هذا تلغي الكروستوك opposing circuit wires pair to sit together. حاول انك تعكس اللفات حق من حق التوستد غير. انا بشرح لكم هذا على سبوره الان، بوضح لكم اسم الكروستوك. انا يا شباب زي ما وضحنا بالشكل بسبوره، الكروستوك عباره عن ظاهره تنشأ نتيجة مرور تيار في سلكين متجاورين، حيث
ينتج عنهما عن مرور سياسي السكان الجويين مجال كهرومغناطيسي، تمام؟ مجال كهرومغناطيسي هذا ويكون محصلات مجال كهرومغناطيسي تساوي مجموع محصلات مجال كهرومغناطيسي لكل سلك في حالة كان السلكين متوازيين، لكن في حالة ما نعمل لف للسلكين فإنه محصلات مجال كهرومغناطيسي يكون تيار تولد بينهما اتجاه مختلف، وبالتالي اتجاه المجال الكهرومغناطيسي مختلف، وبالتالي كل واحد يرغي الثاني ما في السلك الثاني، فتكون محصلات المجال الكهرومغناطيسي عند اللف اللي عملته للسلك الكيبلات تساوي زيرو. طبعا هذه اشكال الكوبر ميديا، هذا الاستي دي وهذا الاي دي دي وهذا الكوكسيل كيبل، يعني ناخذهم ان شاء الله. الكوكسيل في نوعين، في ثن نت وفي ثيك نت. الثن نت حق المدى 185 ثن نت، اما الثيك نت ايوه، اما الثيك نت 500 متر، لانه الثيك نت 10 بيس 5، 10 بيس 5 يعني 10 ميجا بت سكند، والاشارة من واحد اسباند، و5 يعني 500 متر، لكن الثن نت 10 بيس 2 يعني حق الباند ويد 10 ميجا بت سكند، والاشارة من واحد اسباند ومسافته 200، بس الواقعية والسعودية اللي هي 185 متر، لان اجتمعنا 200 لكن الواقعية 185 متر. ايوه، اذا بدات في التمرد يصير في تقدر اصلا. طيب الانشلدد سوبر كيبل، بنبدا اول حاجه بالانشلدد اليو تي بي. اليو تي بي يسمى الزوج المكوب غير المحمي، هو في له حمايه بس صغيره يعني مقارنه بالزوج الثاني، الثاني حقه حمايه اكبر، لذلك سموا انه هذا علشان يفرقوا بينهم، سموا انه هذا اليو تي بي او الانشلدد. الانشلدد معناها غير محمي. إذا توست بير الزوج الملفوف، طبعا الزوج كلها ملفوفة، الانشلدد اللي هو ايش؟ الغير محمي. بتلاحظوا انه كل سلك له حماية بس مادة عازلة عادية. إذا معك ثمان سلاك، كل سلك معه مادة عازلة. وبعد كذا في معنى حماية للكل، اللي هو هذا الجاكيت يسمونه. لاحظ هنا كلر كودد بلاستيك انسوليشن، مادة عازلة بلاستيكية بشفرة ملونة. هذا طبعا المادة العازلة ايش الغرض منه؟ الكتريكلي ايزوليتس وايرز فروم اتش اذر، تمنع انه يلتصقوا او تعزل الاشارة الاسلاك كل واحد عن الثاني. اند ايدنتيفايز اتش بير، وتعرف كل زوج من الاسلاك. اذا وظيفة المادة العازلة هذه انها تعزل كل سلك عن الاخر وتضع شفرة ملونة لكل زوج من الاسلاك. احنا طبعا معنا ثمانية، الوانهم برتقالي مخطط برتقالي، اخضر مخطط ازرق، ازرق مخطط اخضر، بني مخطط بني. طبعا التوستيد ليش تم اللف؟ بروتكس ذا سيجنال فروم انترفيرنس، علشان يمنع الاشاره من التداخل. التداخل حق الموجات الكهرومغناطيسيه ولا الموجات الراديويه؟ الترددات الموجيه ولا الموجات الكهرومغناطيسيه؟ طيب الاوتر جاكيت هذا بروتكس ذا كوبر واير فروم فيزيكال دامج، يحمي الكيبل كامل اللي هي ثمان اسلاك من العطل الفيزيائي. ويتكون من أربعة كودد كلر كودد ويرز بيرز اوف كلر كودد، يعني أربعة أزواج، أربعة أزواج يعني ثمانية سلاك ذات شفرة ملونة. طيب أما بالنسبة للإس تي بي، هذا طبعا اليو تي بي كان، أما بالنسبة للكيبل، الكيبل اللي هو نوع إس تي بي، فتلاحظوا إنه كل سلكين مع بعض، كل سلك أولا على حماية، كل سلك على حماية مادة عازلة، وبعدين كل سلكين مع بعض عليهم حماية بندات عزلة، وبعدين كل أربعة طبعا مع بعض عليهم حماية، وبعدين الثمانية مع بعض عليهم ظفارة نحاسية تسمى برايدد. برايدد معناته ايش؟ ظفارة اور فويل، معناته ظفارة نحاسية اور فويل شلدد، يعني ظفارة نحاس نقول او ايش؟ مادة معدنية صغيرة فويل شلدد، وهذا في على هنا ايش؟ مغطيين مادة حماية، يعني طبعا اللي هي الكليتين مع بعض حماية نحاسية ايضا او مادة نحاسية. تويستد بيرز طبعا هذول ايش؟ اثنين تويستد بيرز اللي هو زوج من الاسلاك، يعني اثنين اسلاك
وبعد كده في مكتبي. على فكره هذول الثمانيه الاسلاك تمثل الفريستوير، والضفار النحاسيه هذه اللي مقطعه من بعد تمثل ما يسمى بالسكند سكند وير. واضح؟ اذا في معي فريستوير سكند وير، فريستوير هو ثمانيه اسلاك مع بعض، هذا يسمى فريستوير، والضفار النحاسيه يسمى السكند وير. طيب ايش الكونكتور المستخدم؟ ار جي 45. الاس تي بي طبعا هذا اكثر اغلى، اغلى من الاكس يعني مور اكسبنسيف، اغلى من اليو تي بي. اند ديفيكالت تو انستول، صعب انك تثبته وتركبه، لانه الاس تي بي مع انه حمايه يكون كبير تقريبا عريض شويه، وبالتالي صعب التثبيت حقه وصعب التعامل معه. يعمل حمايه من افضل حمايه، احسن وافضل من اليو تي بي، الحمايه حقه اكثر من اليو تي بي، لانه في معه عدة يعني مدبل يعني بأكثر من غطاء، وبالتالي حمايته أقوى من السيمين. يستخدم ار جي 45 كومباينز ذا الكترو ذا تكنيكس اوف شيلدنج تو اي ام اي اند ار اف اي اند وير تو ستينج تو كونتر كورسوك، مقاوم للكورسوك، مقاوم للاي ام اي، مقاوم للار اف اي، اكثر مقاومه من اليو تي بي. يستخدم أربعة بيرز أوف ويرز، أربعة أسلاك من أسلاك، يعني هو يستخدم ثمانية أسلاك أو أربعة أزواج. إيتش رابد إن فويل شيلد، كل واحد ملفوف بظفار نحاسية، وبعد كده تلف مع بعض إن ميتريك برايت أور فويل، تلف مع بعض في شكل تلف يعني الأربعة أسلاك، الأربعة أزواج أو ثمانية أسلاك بظفارة نحاسية أو مادة مثلا زي القصدير أو كذا، وتوصل هذه المادة. الكوكسيل كيبل، على فكره يا شباب الكوكسيل كيبل هو اساسا نوعين، الكوكسيل كيبل زي الكيبل الموجود بالدش، نوعين ثين نت وثيك نت، الثين نت اسمه 10 بيس 2 والثيك نت اسمه 10 بيس 5. طيب لو جينا على الثيك نت، سمين الثيك له سمين، الثيك نت ايوه او الثخين او السمين او السميك، هذا 10 بيس 5، 10 بيس 5، ال 10 معناها 10 ميجا بت بير سكند، البيس معناها نوع الاشاره بيس باند، لانه الاشارة في معايا نوعين بيس باند وبرود باند. الخمسة معناها انه مسافته كم؟ 500 متر، 500 متر. واضح؟ ولذلك الثيك نت هو طبعا صعب تثبيته وصعب التعامل معه. ولكن نقول اشارة الى مسافة 500 متر اعلى. اما بالنسبة من ناحية الباندويت حقه وحق الثين نت هو نفسهم 10 ميجا. الثين نت النحيف حقه 10 10 بيس 2 10 بيس 2 10 معناته ايوه السميك 10 بيس 5، السميك 10 بيس 5 والنحيف 10 بيس 2، ف 10 اللي هي عباره عن 10 ميجا بت بير سكند الباندويث، بيس الاشاره نوعها بيس باند، 2 معناها 200، شوف زي ما هنا قلنا 500 هون 200، ولكن المسافه الفعليه اللي ينقله اللي هو النحيف 185 متر، يعني 185 متر، الاثنين معناها 200، لكن المسافه الفعليه اللي تشوفين 185 متر، تمام. طيب نوع الوصلات حق الكوكسيل كيبل، الاف تايب والان تايب والبي ان سي، هذين عباره عن كونكتورز مستخدمه مع الكوكسيبل، مع الكوكسيل كيبل اللي الاف تايب والان تايب والبي ان سي. طيب الاف تايب وهذا اشكالهم طبعا، كيف يتكون الكيبل المحوري او الكوكسيل كيبل، مقصود فيه بالكيبل المحوري معناته، في معك هنا بالمحور حقه، هذا يسمى كوبر كوندكتور، تمام اللي هو المركز حقه، وبعد كده مادة بلاستيكية بيضاء، هذه المادة عازلة، وبعد كده بريدد كوبر شيلدينج، في معي بعد المادة العازلة شو؟ ظفار نحاسية، وبعدين في معك اوتر جاكيت، جاكيت خارجي او غطاء خارجي. تلاحظ انهم كلهم متحدين بالمركز، هذا اللي هو السلك الرئيسي، هذا السلك الرئيسي اللي هو كوبر كوندكتور اللي هو الموصل النحاسي الرئيسي. هذا الموصل النحاسي الرئيسي يسمى بالفيرست واير، يغطوا مادة عازلة بيضاء هذه، ثم يغطوا بعد فوق المادة العازلة الضفارة النحاسية، الضفارة النحاسية تسمى بالسكند واير. إذا السلك المحوري هذا الكيبل المحوري يسمى فيرست واير، والضفارة النحاسية تسمى سكند واير، يفصل ما بينهما بين ذلك عبارة عن مادة عازلة،
كلها موجودين بمحور واحد، ولذلك سمي كو اكسيال يعني متحدين مركزي، كو متحد اكسيال مركزي. فالسلك الاول والماده الازله والسلك الثاني تمام، هذا كامل مع بعض متحدين مركز واحد بالاوتر جاكيت، فبالتالي سمي كو اكسيال، كو اكسيال كيبل. كوبر ميديا سيفتي، قواعد الامان في النحاس. كوبر ميديا ار سسبتبل تو فاير اند الكتريكال هازاردز، حساسه للكهرباء للحريق والمخاطر من الكهرباء. دائما اذا في اي اخطار بالكهرباء او اثار حريق او كذا، كيبلات النحاس تكون اكثر افضليه وهي اللي تعرض لها بالبدايه. فلذلك ضروري انك تعمل صيانه وترتيب لكابلات النحاس وتتركب الشبكه بحيث انه ما تاثرش يعني ضرر على الشبكه بشكل كامل. من ضمن الاحتياطات اللي يجب ان نعملها اولا the separation of data and electrical power cabling mass coupling with safety codes، الفصل ما بين الداتا والالكتريكال باور. يعني ما تجيش تعمل لي كيبل كهرباء جنب كيبل من شبكه، تريد تفصل بينهم مسافه، تخلي كيبل الكهرباء بعيد وكيبل الشبكه بعيد، حاول انك تفصل بينهم. كيبلز ماس بي كونكتد كوركتلي، من قواعد الامان ايضا السفتي او الامان في وسط الارسال انه الكيبلز ماس بي كونكتد كوركتلي، الكيبلات ضروري انها تربط بشكل صحيح، يعني ما تخليش الكونكشن يكون رابح قليل. هذه من قواعد الامان السفتي، تشوف تاكد انه هذا وصل تماما. احيانا بدك ترقه ترقه اول ما تكون يشوف اول ما تصلح هذا ما تصلح هذا الجهه داخل السويتش كذا. ايضا installations must be inspected for damage، ضروري تعمل فحوصات دوريه عشان تلافي حصول اعطال قبل ما تحصل، مش لما يحصل عطل تقول لا، لما تعمل فحوصات دوريه تلافي حصول اعطال. ايضا equipment must be grounded correctly، الاجهزه ضروري ان تؤرب، تؤرب تعمل تعرف تعمل تستعمل تقريبا. عندنا كان يعمل احفر ويعمل ملح صح ولا لا؟ تلاحظون لما تعمل كهرباء نحفر جنب الباب كذا وعمل ملح، هذا علشان لو في بوارق ولا في اي حاجه يمتص الشحنات الزائده ويصير غير الارض، فضروري ان التجهيزات مالها تورد بشكل سليم. يعني التأريض المهم، لا مثلا حتى ايضا مثلا الشحنات الاستاتيكيه مثلا ما تجيش تمسك بيدك عادي كذا، مثلا ما تعامل مع الاجهزه ولا حاجه، ضروري تعمل لك كفوف تكون في بايش؟ بحيث انه ما يكونش في شحنات استاتيكيه داخل جسمك تاثر على هذا. ايضا ضروري تكون الكهرباء حقك الرئيسيه معرضه، ها ضروري معرضه، في معهم اجهزه في حاجه اسمها دي في ار، في اجهزه خاصه خاصه بالتأريض، يعني طرق معينه للتأريض. المهم انك تعمل اليه معينه بحيث انك تمنع انه لو في بوارق ولا في حاجه الشحنات الزائده تمتص تفرغ، يعني ما تكونش داخل الاجهزه. خلينا قادما. طيب Properties of UTP cabling. Notice that the ring, the orange or orange white pairs is blue البرتقالي والبرتقالي الأبيض pairs is twisted less than the blue تمام blue white حقهم اللفات أقل من الأزرق. لاحظ إنه شوف أنا البرتقالي لفه حقه أقل، الأزرق حقه اللفات أكبر. ليش كثر اللفات بالأزرق؟ قللها مثلا بالبرتقالي، كثرها مثلا بالأخضر، قال لهم بالبني. لا ليش ليش شوف انت قلت لما يقول لا 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 مش لما تجي تعمل لف التيار التيار انعكس اتجاهه ولا لما تعمل لف الكيبلات كذلك، وبالتالي انت تبدا تقترب من الصفر، ما تكون صفيت النويز كامل. طيب لما تجي تجي تعمل هذا مثلا، هذا السلك جنب هذا السلك ياثر عليه، كل سلك ياثر على الثاني لما يكونوا متقابلين، فاعتبر انه كانه ده سلك واحد واعتبرت هذا كانه سلك واحد، وبالتالي هم كانهم هذا بياثر على هذا. لكن لما تخلي اللفات حقهم مختلفين تجي تعمل كنسليشن فوق الكنسليشن، لانه اللفات حقهم مش متشابهين، كانه ملفوف، كانك عملت لف ثاني لفه جديده. ايوه كانه هذول الاثنين مع بعض وهذول الاثنين مع بعض،
ما خليتهمش بنفس عدد اللفات، لا خليت هذا مثلا لفاته قليل وهذا لفاته كثير، فكانه انا حصل لف ثاني بينهم. ايوه لما ما وزنش اللف كانه بتعمل اختلاف بمرور السير داخل السلك، ما بيكونش بنفس كانه ميتين جنب بعض، فبالتالي بتعمل كنسليشن اضافه للكنسليشن الموجود، بالتالي يكون ايش؟ تلغي ال ايوه تلغي المجال الكهربائي بشكل اكبر. اذا فكره اللفات هنا يسبب لك انه الغاء المجال الكهربائي بشكل اكبر. لاحظ قال لك وين تو كنسليشن الغاء، قال لك وين تو ويرز ان الكتريكال سيركت ار بليز كلوز توجذر ذير ماجنتيك فيلدز حقائق الحقول الكهربائيه ار ذا اكزاكت اوبوزيت، هو عباره عن اتجاه الاكسي بالضبط لكل منهما. انت كان and cancel out any side any outside EMI and RFI. ولما يكون طبعا اتجاه مختلف بيعملوا cancellation بين EMI وال RFI. ولكن value بتغيير the number of twists there were عدد اللفات لكل واير بير لكل زوج، عدد اللفات لكل زوج. غير عدد اللفات لكل سلك، الان بدل ما تغيير عدد اللفات لكل زوج. to further enhance the cancellation بيعمل لك تحسين افضل لعمليه cancellation للبير، لانك لما تعمل لما تغير عدد لفات فكانك عملت لفه ثانيه، وبالتالي بتعمل كنسليشن اكبر. يو تي بي كيبرينج ستاندردز، يو تي بي كيبرينج كونفورم تو ذا ستاندردز استبليش باي اي ار تي. طيب في معاكم هنا الكات 3 يو تي بي، الكات 3 يو تي بي في معكم الكات 5 والكات 5 بي والكات 6 والكات 7 قبلي طبعا. فنبدا بالكات 3، الكات 3 يوز فور فويس كوميونيكيشن، طبعا هذا قديم. موست اوفن يوز فور فون لاين، هذا يستخدم مع خطوط التليفونات، الكات 3 يستخدم مع خطوط التليفونات، وقديم يستخدم لعمليه اتصال الفويس. هذا كات 3، لكن الكات 5 والكات 5 بي يستخدم فور داتا ترانزميشن. اذا لاحظ الكات 3 للفويس ترانزميشن، الكات 3 من للفويس، بينما الكات 5 5 يستخدم للداتا. كات 5 سبورت 100 ميجا بير سكند، اند كان سبورت 1000 ميجا بير سكند، بس ات از نوت ريكومندد. يعني الكات 5 يدعم الى حد 100 ميجا، قادر انه يدعم الى حد 1 جيجا اللي 1000 ميجا، ولكن يعني ما يوصلش بال 1000 ميجا او ال 1 جيجا، يعني هو يدعم الى حد 1 جيجا. الكات 5، الكات 5 يدعم 100 ميجا بالراحه، الكات 5 يدعم 100 ميجا بالراحه، وله القدره على انه يدعم الى حد كم؟ الى 1 جيجا او اللي هو 1000 ميجا. بينما الكات 5 ان 5 انهانس، معناته انهانس المحسن، ايوه يعني كات 5 بس انهانس المحسن، يدعم الى 1000 ميجا، الى 1000 ميجا اللي هو 1 جيجا بالراحه. تمام، يدعم الى حد كم؟ الى 1000 ميجا او 1 جيجا. اذا الكات في معانا مثلا كات 5 نوعين، كات 5 وكات 5 بي. لو كان اول حاجه كات 3، كات 3 هذا خاص بالفويس والنقل اشارات، ايوه قديم اقل الا في الفويس والكوميونيكيشن. اوكي بعد كذا جابوا كات 4 طبعا موجود، بس الافضل من نقطه طبعا كات 5 بي، لانه احيانا يعني الحاجه اللي تستمر مثلا موجوده فتره زمنيه صغيره وبعدين تلقى حاجه احسن منها ما تبغاش. طيب الكات 5 ان 5 100 ميجا يدعم الى حد 1 جيجا، لكن ال 5 ان يدعم 1 جيجا بالراحه. الكات 6 يستخدم فور داتا ترانزميشن، كات 6 يعني كات 5 وكات 6 الداتا هو الوحيد فقط اللي يدعم الفويس اللي منه كات 3. اذا ده الكات 6 يدعم الداتا ترانزميشن. I need an added separator is between each pair of wires allowing it to function at higher speeds. يعني هنا في حالة الستة أضاف separator مادة عازلة between each pair of wires. في الكات ستة أضاف مادة عازلة ما بين كل زوج في الوايرات وسمح بوظيفة نقل بيانات بسرعة أعلى. في الكات 5
في عفوا في الكات 6 يدعم الى حد كم الكات 6 الى 1000 ميجا بير سكند، من 1000 ميجا الى 10 جيجا، يعني من 1 جيجا الى 10 جيجا، من 1 جيجا الى 10 جيجا. الواحد جيجا شغله بالراحه ثرو ذو 10 جيجا بت از نوت ريكومندد، وال 10 جيجا موجوده لكن مش موصله. اذا كات 6 ايوه لا هو طبعا اكيد ابدو يعني، بس اكيد يعني مش انه فقط انت مثلا انت ترسل بيانات نقطتك بتقول والله برسل شو اكثر، اكيد انه الاجهزه نفسها الابدور. لا لا قد تكون معالجه نفس حق الجهاز، يعني مثلا الجهاز مثلا مشغول الان فاتح برامج فاتح تطبيقات داخله يستلم حاجات تمام، بالتالي هنا بيعتمد ايضا نسبة البيانات على حسب معالجه حق الجهاز. طيب تي سي بي كونكتورز، عفوا يو تي بي كونكتورز، اليو تي بي شيلنا الكونكتورز حقه معك ار جي 45 وهذا حق السوكت طبعا، ولو قابلك بهذا الشكل هذا يسمى جود كونكتور سليم، شفت التوصيل حقه سليم ظاهر كل شيء، هذا باد كونكتور اولا انه هذا الغلاف الخارجي طبعا وضعه بعيد ما تركبش بالتالي هذا يعتبر من ضمن الاخطاء، ايضا الكابلات مثلنا شاش تماما لاحظ انه هنا في فراغ ايوه، وبالتالي هذا اسمه باد كونكتور لانه ما تركش بشكل سليم، انا احاول ندرسكم ان شاء الله تعالى تركبوها. تايبس اوف يو تي بي كيبل، انواع اليو تي بي، في معك الستريت ومعك الكروس اوفر ومعك الرول اوفر. اجيب لكم من هنا يو تي بي، كيف بتلاحظ هذا طبعا جهاز الفحص ان شاء الله تعالى بنطبق عمليه الفحص يدويه ان شاء الله، طبعا جهاز فحص اليو تي بي تستنج بارامتر يفحص الواير ماب يفحص الكيبل لينك يمكن يقول لك سيجنال بس اذا في اي فقد او في كورس داخل الاشاره، وطبعا الاشاره احنا طبعا بنطبق هذا عمليه من خليكم تشوفوا في تفحصوا اذا ظهر اي ايرور او ظهر اي مشاكل الكيبل، هذا طبعا لاب بيلدينج يدرس كروس اوفر كيبل تذكر كيف كروس اوفر كيبل نطبق هذا عمل ان شاء الله تعالى في استعمال فحص البروبرتيز اوف كيبل اوبتيك كيبل خصائص الكيبل اوبتيك هذا المحاور القادم.